عليه هو ملك لي. إذا شعرت بعدم الارتياح بجوار شخص ما، وإذا كنت أعتقد أنه قد يؤذيني، فيمكنني الابتعاد عن ذلك الشخص، كما يمكنني أن أبقى على الأقل على بعد خطوتين منه. إذا كنت لا أريد تقبيل أو معانقة شخص ما، فيمكنني أن أقول لا وأرفض القيام بذلك. يمكنني تبادل التحيات من بعيد، أو المصافحة، أو إرسال القبلات من بعيد. لا يحق لأحد أن يمسني بدون موافقتي. أقوم بإعداد قائمة بالأشخاص الكبار الذين يمكنني الوثوق بهم. الأشخاص الموجودون في هذه القائمة هم الأشخاص الذين يمكنني التحدث معهم وإخبارهم بكل شيء. أعلم أنه عندما أخبرهم بشيء ما سيصدقونني. ها هي قائمتي: أمي، أستاذي أو معلمتي، خالتي فاطمة، الدكتور أحمد. لاحظت أنني أبدأ في التعرف كثيراً عندما أشعر بالخوف أو عدم الأمان. في الوقت نفسه أشعر أحياناً بالغثيان وكأنني سأتقيأ. في مثل هذه اللحظات قد يبدأ جسدي كله أحياناً في الارتجاف، ويمكن أن ينبض قلبي بسرعة كبيرة جداً. عندما أشعر بذلك هذا يعني أنني لا أشعر بالأمان. إذا كان هذا هو ما أشعر به حيال شيء ما، يجب أن أخبر شخصاً كبيراً يمكنني الوثوق به بذلك. تذكر قائمة الأشخاص الذين يمكن الوثوق بهم. المناطق الخاصة هي أجزاء من جسدي تغطيها ملابس الداخلية. لا يمكن لأحد أن يلمس المناطق الخاصة في جسدي. لا يمكن لأحد أن يطلب مني أن ألمس مناطقه الخاصة. لا ينبغي لأحد أن يطلعني على صور لمناطقه الخاصة. إذا حدث شيء من هذا القبيل، يجب أن أخبر أحد من الكبار الموجودين في قائمة الأشخاص الذين يمكنني الوثوق بهم على الفور. لا يمكن لأحد أن يقول لي هذا سر لا تخبر أحد عنه، ويطلب مني أن أخفي المعلومات عن أمي وأبي أو غيرهما من الكبار الذين أثق بهم. لا يجب أن أحتفظ بالأسرار التي تجعلني أشعر بالضيق أو عدم الارتياح. إذا طلب مني شخص ما الاحتفاظ بسر يجعلني أشعر بالسوء أو عدم الأمان، يجب أن أخبر أحد من الكبار الموجودين في قائمة الأشخاص الذين يمكنني الوثوق بهم على الفور. إذا كان الشخص الذي يلمسك يجعلك تشعر بعدم الارتياح، إذا كانت هذه اللمسة تخيفك وتثير غضبك، إذا كان هناك من يجبرك على لمس جسده، إذا طلب منك الشخص الذي يقوم بلمسك ألا تخبر أحداً، وإذا قال أن ذلك سر، وإذا كان الشخص الذي يقوم بلمسك يهدد بإيذائك أو إيذاء شخص تحبه إذا قمت بإخبار شخص آخر، قل لا، توقف، لا تفعل ذلك، اصرخ إذا لزم الأمر، اركض، ابتعد من هناك بسرعة، اهرب إلى مكان آمن، تكلم، أخبر شخصاً بالغاً تثق به، اطلب المساعدة.